بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذا اليوم راح نكمل الجزء الثاني من الدرس الثاني في مادة الرياضيات، فحياكم الله وبياكم. السؤال الخامس 1450. 1450 فراغ 1460. 1450 وهنا 1460. لو نظرنا لكل عدد عبارة عن أربع منازل: آحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف، وهنا آحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف. لو عملنا مقارنة، في آحاد الألوف هنا واحد وهنا واحد متساويا، في منزلة المئات هنا أربعة وهنا أربعة متساويا، في منزلة العشرات هنا خمسة وهنا ستة، إذن الستة أكبر من الخمسة، إذن ستكون الإشارة إشارة أصغر من، أصغر من، والسبب لأن خمسة في العدد الأول في منزلة العشرات أصغر من الستة في العدد الآخر في منزلة العشرات. السؤال السادس 23681 فراغ 24681. لو نظرنا لكل عدد يتكون من خمسة منازل: آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف، وهنا آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف. مباشرة ننظر إلى أكبر منزلة ألا وهي عشرات الألوف، هنا اثنان وهنا اثنان متساويان. طيب ننظر إلى منزلة أحد الألوف، هنا ثلاثة وهنا أربعة، إذن الثلاثة أصغر من الأربعة وستكون الإشارة إشارة أصغر من. السؤال السابع يتكون من سبع منازل. العدد الأول يتكون من سبع منازل: أحد، عشرات، مئات، أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أحد الملايين، وهنا يتكون كذلك من سبع منازل: آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، آحاد الملايين. ننظر إلى أكبر منزلة وهي منزلة آحاد الملايين، هنا خمسة وهنا خمسة، نجد بأن الخمسة في منزلة آحاد الملايين في الرقم الأول تساوي الخمسة في منزلة آحاد الملايين في الرقم الثاني، إذن متساويان. ننظر إلى منزلة مئات الألوف، هنا ستة وهنا ستة، إذن متساويان. ننظر إلى منزلة عشرات الألوف، هنا خمسة وهنا خمسة، إذن متساويان. ننظر إلى منزلة أحد الألوف، هنا خمسة وهنا أربعة، إذن الخمسة أكبر من الأربعة، وبذلك ستكون الإشارة إشارة أكبر من، ستكون الإشارة إشارة أكبر من. أمام الآن سؤال يقول: يبلغ طول نهر النيل 6825 كيلومتر، وطول نهر الفرات 2700 كيلومتر، أي النهرين أطول؟ مباشرة هنا 6825 وهنا 2700، كلا العددان يتكونان من أربعة منازل: آحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف، كذلك العدد الآخر آحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف. لو نظرنا لمنزلة أحد الألوف، هنا ستة وهنا اثنان، إذن الستة أكبر من الاثنان، الستة أكبر من الاثنان، إذن 6825 أكبر من 2700، 6825 أكبر من 2700،
إذا نهر النيل أطول من نهر الفرات. السؤال التاسع تحدث، ناقش الخطوات اللازمة للمقارنة بين 81,520، إذن 81,520، والعدد الآخر 81,516. تحدث ناقش الخطوات اللازمة للمقارنة بين 81,000، إذن 81,520 و 81,516. لو نظرنا الآن لكلا العددين، كل عدد يتكون من 5 منازل، آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشر، طبعا آحاد الألوف مئات أو عشرات الألوف، آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف. كذلك العدد الآخر، آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف. رح نكتب المنازل المرتبة بحيث تقع المنازل المتشابهة تحت بعضها البعض، ثم نبدأ المقارنة بين الأرقام في المنازل المتشابهة مبتدئا من المنزلة الكبرى. استمر في المقارنة بين الأرقام حتى تجد رقمين مختلفين. الآن لو نظرنا للأرقام في كلا العددين، في منزلة عشرات الألوف هنا 8 وهنا 8 متساوية. ننظر للمنزلة التي قبلها وهي منزلة آحاد الألوف، هنا 1 وهنا 1، إذن متساويان. ننظر لمنزلة المئات، هنا 5 وهنا 5، إذن متساويان. ننظر إلى منزلة العشرات، هنا 2 وهنا 1، نجد بأن الاثنان أكبر من الواحد. وبما أن 2 أكبر من الواحد في منزلة العشرات، إذن العدد 81,520 أكبر من 81,516. 81,520 أكبر من 81,516. تدرب وحل المسائل، تدرب وحل المسائل. استعمل خط الأعداد، وضع إحدى الإشارات أكبر من، أصغر من، أو يساوي بدلا من الفراغ لتصبح كل جملة مما يأتي صحيحة. لو نظرنا الآن لخط الأعداد، ذكرنا سابقا بأنه كلما اتجهنا جهة اليمين كبر العدد، وكلما اتجهنا جهة اليسار صغر العدد. لو نظرت الآن لخط الأعداد 1,500، 2,000، 2,500، 3,000، 3,500، 4,000، 4,500، 5,000، 5,500، 6,000. لو نظرنا الآن 1,900، 2,854، 3,522، 4,510، 5,510. السؤال هنا 2,854 فراغ، 4,510. الآن كلا العددين يتكون من 4 منازل. لو نظرنا على خط الأعداد لوجدنا 2,854 هنا، ولوجدنا 4,510 هنا. إذن 4,510 على يمين 2,854، و2,854 على يسار 4,510. إذن 4,510 أكبر من 2,854.
وأربعة وخمسون لأنها تقع على اليمين، وألفان وثمانمائة وأربعة وخمسون أصغر من أربعة آلاف وخمسمائة وعشرة. إذن هنا في السؤال ألفان وثمانمائة وأربعة وخمسون أصغر من أربعة آلاف وخمسمائة وعشرة. كذلك لو نظرت إلى المنازل لوجدت آحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف، وهنا كذلك آحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف. الفرق يكون في منزلة أحد الألوف، هنا أربعة وهنا اثنان، إذن الأربعة أكبر من الاثنان والاثنان أصغر من الأربعة، إذن إشارة أصغر من. السؤال الحادي عشر، ثلاثة آلاف وخمسمائة واثنان وعشرون فراغ ألف وتسعمائة. لو نظرنا لخط الأعداد لوجدنا 1900 هنا في هذه المنطقة الآن، ولوجدنا 3522 هنا. إذن 3522 تقع على يمين 1900، و 1900 تقع على يسار 3522. إذن 3522 أكبر من 1900، و 1900 أصغر من 3522، إذن ستكون الإشارة إشارة أكبر من، إشارة أكبر من. كذلك لو نظرنا إلى المنازل، هنا أربع منازل وهنا أربع منازل، الفرق وجد في منزلة أحد الألوف، هنا ثلاثة وهنا واحد، إذن الثلاثة أكبر من الواحد. السؤال الثاني عشر، 5510 فراغ 4510. الآن 5510 هنا على خط الأعداد، وأربعة آلاف وخمسمائة وعشرة هنا على خط الأعداد. إذن 5510 على يمين 4510، وأربعة آلاف وخمسمائة وعشرة على يسار 5510. إذن 5510 أكبر من 4510. كذلك لو نظرنا للمنازل، هنا أربع منازل وهنا أربع منازل، آحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف، وهنا كذلك آحاد، عشرات، مئات، أحد الألوف. إذن نبدأ الآن بالمقارنة من منزلة أحد الألوف، هنا خمسة وهنا أربعة، إذن الخمسة أكبر من الأربعة، ولذلك كانت الإشارة إشارة أكبر من. مسائل ومهارات التفكير العليا. السؤال تحدي، استعمل الأرقام 4 7 1 9 3 8 لكتابة أكبر عدد وأصغر عدد بالصيغة القياسية على ألا يتكرر أي من هذه الأرقام، على ألا يتكرر أي من هذه الأرقام. أكبر عدد هو، بدأنا بالعدد الأكبر وهو 9 ثم 8 ثم 7 ثم 4 ثم 3 ثم 1 بهذا الشكل. قراءة العدد هو 987,431. أما أصغر عدد فهو العكس، راح نبدأ من أصغر عدد موجود من ضمن الأعداد التي موجودة في نفس السؤال. راح نبدأ بأصغر عدد وهو الواحد، ثم الثلاثة، ثم الأربعة، ثم السبعة، ثم الثمانية، ثم التسعة. إذن أصغر عدد هو هذا العدد بالنسبة للأعداد التي موجودة في السؤال. قراءة العدد عبارة عن 134,789. إذن أكبر عدد هو 987,431. أما أصغر عدد فهو 134,789. وأخيرا وليس آخرا، نراكم مجددا عبر هذه القناة التعليمية عين البدائل التعليمية. نسأل الله بأن نكون قد وفقنا في أداء الدرس، كما نتمنى لكم التوفيق والسداد أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات، ونؤكد بأن تقوموا بالتطبيق في الكتب التي موجودة أمامكم في كتاب الطالب وكتاب النشاط،
بناء على ما فهمتموه معنا في هذه القناة هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.